السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة ان شاء الله معايا فيديو جديد زي ما حضراتكم شايفين كده. الصور اللي قدامكم ده عريس كان المفروض فرحه الاسبوع الجاي. العريس ده تقريبا اسمه محمد. الفرح عمل ايه؟ محمد صور الشقة بتاعته على عمل لايف على الفيسبوك، وبدأ يصور الشقة بتاعته حتة حتة، وبدأ ان هو يعزم في الناس على الكتب الكتاب وعلى الفرح بتاعه وعلى الشوار زي ما بيقولوا في اسكندرية او العزال بتاعه. طبعا كان فرحان جدا، وباين من ال يعني انا لحد دلوقتي ما شفتش الفيديو، بس الناس كلها بتتكلم ان هو كان فرحان بان هو انجز شقته او خلص او الكلام ده كله، او فرحان ان هو هيتجوز بمعنى اصح. تاني يوم اللي هو كان امبارح الجمعة، بدأ محمد راح عند العروسة وخلصوا المراسم بتاعت التنجيد او العفش او العزال او الشوار زي ما بيقولوا في اسكندرية. عملوا بقى الدي جي وخلصوا اليوم بتاعهم وحملوا الحاجة بتاعتهم على العربيات، وبدأ ان هو يروح الشقة بتاعته. زي ما حضراتكم شايفين كده، طبعا الشقة بتاعته تقريبا مكانها عالي جدا، جاب الرافعة اللي هي بتاعت العزال او العفش اللي هو بيبقى تقيل، وبدأ ان هو يطلعه بالرافعة دي، طلع اجزاء من العفش وبيطلع في الباقي. الرافعة دي اتقطمت نصين، نزلت عليه هو واخوه وابن عمته، اتوفوا في الحال. غير ان في بعض من اهالي العروسة اتصابوا، وبعض من اهالي العريس برضو اتصابوا. وطبعا ربنا يرحمه، وربنا يرحمهم جميعا الثلاثة اللي توفوا. يا جماعة بلاش حياتنا اللي على العين دي. انا عن نفسي انا لحد امبارح انا كنت بنزل فعلا، يعني انا بنتي نجحت، وبنتي التانية كان اخر مادة ليها في الليسانس. فعلا نزلت صور لان انا كنت فرحانة، وبحب الناس كلها تبقى فرحانة معايا. فيا جماعة بلاش الحاجات اللي هي ان كل حاجة بأدق التفاصيل ان احنا نصورها، لان في عين بتحب وفي الف بيكرهه. مش كل الناس، الله يرحمك يا محمد، مش كل الناس خلصت شقاها، مش كل الناس انجزت زي ما انت انجزت. بإذن الله ربنا يرحمه ويصبره ويصبر اهله طبعا، لان هم ثلاثة بإذن الله نحتسبهم شهداء. تلاتة في مصيبة يا جماعة عند أهلهم، ربنا يصبرهم يا رب على ما بلاهم. ويا جماعة الحسد الحسد الحسد، وعلى طول يعني اقرأوا الآيات بتاعة الحسد، وربنا يعافينا يا رب ويعفو عنا. وكل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. أشكركم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.